أكد وزير الخارجية سامح شكري رفض مصر القاطع لسياسة لي الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي مشددا على أن إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حاليا جاء هذا التصريح تعقيبا على تصريحات وزير خارجية إسرائيل المطالبة بإعادة فتح معبر رفح وتحميل مصر مسؤولية منع وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة واعتبر وزير الخارجيه السيطره الاسرائيليه على الجانب الفلسطيني من معبر رفح والعمليات العسكريه الاسرائيليه في محيط المعبر وما تؤدي اليه من تعريض حياه العاملين في مجال الاغاثه وسائق الشاحنات لمخاطر محدقه هي السبب الرئيسي في عدم القدره على ادخال المساعدات من المعبر واستنكر وزير الخارجيه بشده محاولات الجانب الاسرائيلي اليائسه تحميل مصر المسؤوليه عن الازمه الانسانيه غير المسبوقه التي يواجهها قطاع غزه والتي هي نتاج مباشر للاعتداءات الإسرائيلية العشوائية ضد الفلسطينيين لأكثر من سبعة أشهر وراح ضحيتها أكثر من 35 ألف مواطن أغلبهم من النساء والأطفال كما طلب وزير الخارجية إسرائيل بالاطلاع بمسؤوليتها القانونية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال من خلال السماح بدخول المساعدات عبر المنافذ البرية الأخرى التي تقع تحت سيطرتها